السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في سوق ثلاث ولاد واللي ما عرفوش كان في المملكة المغربية، الخيرات والروال الجارية المغربية والناس مولي المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد اهلا وسهلا بكم جميعا. كي تشوفوا هاد الخيرات تاع القليه والحمر راس والشي او الكبده، هاد الخيرات والكرعين سقروا عليهم الحباب تاعنا كيفاش كان الثمن اليوم وكيفاش كان هذا، تنوريوها للجاليه المغربيه والناس مالي المدن الكبرى في المملكه المغربيه وكل مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان. اليوم 28 في شهر 12 2021، هاد الخيرات والروان الحباب تاعنا فين ما كان صغار كبار. وما تنساوش تشاركوا معنا في قناه زيتون مرجان وتبارطاجيوها مع الحباب تاعكم اللي يعجبوا الفيديو تاع قناه زيتون مرجان تاع الحقيقه كي تشوفوا معنا. نبداو عند صديق هو قال لك ديما كل خطره هذا صديق شفار. هذا ولدك؟ هذا واش ولدك؟ هذا ولدك؟ ولدي تصور معك تصور يصور هو تصور معنا شدات الكاميرا شحال وجا شاده. مرحبا سي مرحبا كي داير انت؟ الله يحفظك اودي سي صديق. شحال الخيرات؟ الراس 700 دريال الزيتون 700 مخلط شويه وشويه كما قال صديق خويا قال لك شويه بقالي هوك وهوك اليوم حيت عارف 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 عرفتك غلا لا شوف الزيتون شباب والله الا الفوادات غانين من على من كلمه اليوم عاد حسيتي ولا راه هذه ثلاثه السيمانات ولكن راه كل سيمانه كتزيد برخص اليوم اليوم راه مع الشتا صبت والحال عقلينا ما كاينش الذبيحه بزاف ياك الحال اللحم خارج ياك كما قال السي صديق. وبشحال تبيع الراس وحده؟ الراس وحده 50 درهم مو حاجه تبيعيه كاع وحده؟ لا نبيعه تبيعيه؟ مولفين الناس قاعده ما قالوش نقعوا لي نبيع الراس وحده ونعطيه كما قال صديق في الثلاث الاولاد هاد الخيرات تبارك الله. وهاد القليه بشحال باتيا؟ 20 درهم الزيتون مخلطه مع شويه الريه ومصيرات من هادوش ايه. واللي بغاها وحدها؟ اللي بغاها بوحدها 30 درهم تبيع ب 30 درهم واش غادي ندير؟ خبناك ما تكتش يا ودي دابا كيجي عندك كليان ما كتبقاش تقول له الثمن راه خاص هي اكثر من 30 درهم ولكن ما تقدرش كما قال صديق خويا راجل مخير وراجل كما تنشوفوا تتسعكر على ادب الكليان والناس اللي تيجي عنده تيقول لك ما لكش خاص عليهم. واليوم لقينا كم قرد الكبده؟ الكبده اليوم بان لي كاين الثمن وانا نشدها شديتيها شديتها باش شويه تقول سيس ومرات الحبوار ياك دفع على شويه البوابين هذا شحال فيها تقريبا فيها 5 كيلو ولا ربع ولا ونص فيها 6 فيها ملاح كاع 6 26000 ارا الالف اكيد تمام ما عنديش لا حتى شي وكل لك فيها 5 كيلو واش قلاش اقول 6 فيها 6 بقلبها والله ما دير ياك هاي اللي الزيتون وبشحال بعتيها اليوم؟ الكبده ب 100 درهم جنة باش كيعبروا فيها. وبشحال تتبيع عندك؟ انا 2400 مع شويه القلب. كبده والقلب. صافي. واللي بقى شي شويه الشحمه. هذاك الشيء ديال الشيء الزيتوني راه مراحيل راه بدا من 1600 وهود. كبده مهود. 16 14 15 12 1000. اللي بغى ياكل اللي بغى يتهاوش اللي بغى يتهاوش. على حسب الشيء ديالك. اللي جا عنده ياكل. اللي جا عنده. وهذيك كاين اللي تيهاوشوه ما يصيبش الكبده. ما كنهاوشوش هكا. لا تسيب هاد. لا كنصرحوا. لا ما كاينش بحال الكبده والقلب وحدهم. لا إذا داير معاه واحد شي تدير 80 درهم و 70 درهم مزيان. المشكلة هي تاخذ أقل من 1000 900 و 800 ما غايديش داك الشيء راه كيدير. ولا 1000 1000 حتى هو ما واكلش. ما واكلش. حتى 60 درهم ما واكلش. واحد الله يسهل وكي كانوا العماير ثاني رجعونا باقيين غيرين اخويا العماير باقيين طالعين طالعين انا راه عادي هذاك شوف هات ارقيوك ارقيوك 1400 ارقيك انا عجبني في الزين ديالو هو زوين واللي كاين فيه الثمن والثمن راه ماشي انا راه انا اللي نزيد فيه فلوس انا والله الا مزود علينا فيه تقريبا اليوم ثاني على ذاك السوق
200 درهم. 200 درهم واخا. وبشحال بعتوا المخ؟ المخ بعتوا 30 درهم. وهالطيحان بشحال تقريبا؟ هذا عطوني فيه 30 درهم. وبيعي وما سلكتناش فيه 30 درهم. شحال فيه؟ نص كيلو. هاكو ولا كاتلين سكيلو نبيعو مع الكبدة نشد فيه 12 12 مية. والله يسهل عليك السي صديق. كي داير هذا الراجل؟ ناشط بخير. مرحبا بكم. الله يبارك فيك، الله يحفظك. شكرا لك صديق تاعنا، انت مرحبا بنا وبالمشاهدين قناة الزيتون المرجان في المكان. وشكرا له هذا الرجل الغالي علينا، المصور تاعنا والمشاهد تاعنا فعلا هنايا في الثلاث ولاد. هذه الخيرات تبارك الله. كي كان عندكم السوق اليوم مع الشتاء صبيت وهذا نجر تيشعل عندكم ياك تيتزاد. وبشحال بعتوا هذا اللحم الراس؟ كل سعر كل حال مخلط، عرفت ما تتبيعوش لسعر وحده واخا مخلط. هو قاب 700 واللي يبغاه وحده 51 درهم. وهاد الكبدة بشحال بعتيها؟ 2400. كبدة والقلب ياك سي منعاودوها على حسابك. على حسابي كبدة مليحة ياك. حظ على بعض. مرحبا مرحبا. كما تشوفوا هادو الحباب تاعنا تنعرفوهم قدماء معنا. كما تشوف الكبدة قلت لك 2400 كبدة والقلب. واللي بغى الشي مخلط؟ الشي مخلط 16. كي داير هذا تاع 16؟ 16 تاع هذا ما بغيش منه شويه نص شويه. نبغى الدار كاين 60 درهم. المسرار رقيق والشحم رقيق. المسرار رقيق والشحم رقيق. غادي بالشي ولا غادي بالمسرار؟ هو اللي باغي. هو اللي باغي. تبارك الله على سيدي. ما عندي منكم. وهاد التقليه بشحال بعتيها؟ التقليه 20. 20 درهم باش بعتيها؟ مخلطه. مخلطه. واللي بغاها وحده؟ بغاها وحده 70. وكي كانوا باقي العماير؟ عمير اخويا زعما اليوم بعتها من جوجات ب 13. جوجات ب 13 راجل. وما تنازلوش باقي شاعلين. باقي ياك. وبشحال تباع الكبده بالشمله؟ كبده عبرت ب 2000. 2000 بالشمله. تبارك الله عليك والله يسهل عليك. وعطانا هذه المعلومات باش نوريوها للاحباب تاعنا. هذا الرجل هنايا في الثلاث ولاد وراه تيكون حتى في الحوانت وراه مخير وتيكون نهار السبت في السوق الاسبوعي بالثلاث ولاد. ياك تفرج شوفك. هذا ابو شعيب خاص بالفوادات قديم في الخيرات تبارك الله. وعندو الحانوت قرب السوق تاع الاثنين بالحمد فين عندو الحانوت وراجل مخير وراجل قادير. ايوا لابد لابد. مرحبا. بشحال بعتو لحم الراس؟ 700. والتقليه 360 400. راجل راه راجل مخير وكما قلنا راه عنده السوق في السوق القديم في السوق تاع بن حمد. في السوق تاع بن حمد الحانوت. ها ايمت وشقما كله ورزقه كله ورزقه كما تشوفوا. هاد الخيرات حيت ما بغيتش نعطيو اسئله. بشحال كل جهه سيبو شاي. شحال تبعت الكبده بالشمله؟ 2000 ريال باش تبعت؟ كما تشوفوا هاد الشاب هنا في الثلاث ولاد هاد الخيرات تبارك الله. كما تشوفوا هنايا في الثلاث ولاد تقليه ولحم الراس والكبده وشي حاجه زوينه. هذا الرجل من شافوا من المشاهدين كاينين الاحباب تونا اللي غاليين على قناه الزيت المرجان وتيحبوها وتتحبهم الاحباب تونا. اهلا بكم جميعا. كما تشوفوا هاد لحم الراس والتقليه وشي حاجه زوينه والشيد ولا الكبده كما تشوفوا. يجيو عند هذا الرجل راه درواش هنا في الثلاث ولاد راس صغير وزين كما تشوفوا تبارك الله. نسولو على الأثمنة ودري ولد يا ربي سهل عليه وعلينا وعلى الأحباب تاعنا تانتوما وليداتكم وكل الأحباب تاعنا. بشحال هاد الكبدة؟ 100 درهم. كبدة ورقل؟ كبدة ورقل 100 درهم. واللي بغى مخلط شوية؟ 16. مع شوية الورسيس. الورسيس؟ لا بغى يشوي هنا. ولا بغى يشوي في الدار بالمقلة؟ 60 درهم. تخلط لي هذاك الشيء تاعك. وهاد التقليه شحال؟
قال لي 400 درهم خلطه مع شويه واللي بغاه وحده 630 درهم وهذا الراس وحده شحال 1000 ومخلط خلط 700 الله يسهل لك.